الرزاق في اليوم العشرين لتوفان الأقصى، المقاومة الفلسطينية تخط أفضل وأبهى النجاحات اليوم، وهذا العدوان الأمريكي وبات واضح، عدوان أمريكي صريح الآن، والمقاومة مستبسلة في أكثر مرة يحاولوا يخترقوا، ولكن المقاومة صامدة. وبين للطوفان الأقصى الحاضنة الشعبية في تونس وكل الوطن العربي لهذه المقاومة التي طالما خونت وسعى الإعلام في ترذيلها وتخوينها والاستنقاص منها ومن سلاح المقاومة. سي عبد الرزاق، بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. أولا اسمح لي أن أتقدم بتحياتي إلى أبطال كتاب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتحياتي إلى المقاومة بمختلف تشكيلاتها، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأسأل الله السلامة إلى أمة الإسلام كافة. بطبيعة هذه المعركة كانت نوعية وكانت مباغتة، وبينت أن استخبارات المقاومة أقوى من استخبارات العدو، وأنه استطاع أن المقاومة تخترق المعلوماتية الصهيونية، وتعرف اللي تم تحركات ما للغزو غزة، وبالتالي كانت الأسبقية في يد المقاومة. عندما دخلت المقاومة لقات مجتمع صهيوني عايش في أرض فلسطينية، يعني عايش كين ومعناها مطمئن. فكان عنصر المبارك ذلك، استطاعت المقاومة أن تغتنم كثير من الأسلحة النوعية، من المعدات، وخاصة من المعلومات، اللي المعلومات هي من الإشارات الأولى تبين أني طورت بعض الأنظمة العربية للأسف. نعم. وأني هذه الأنظمة العربية لما كشفتها المقاومة كشفت أوراقها، وآخر حاجة هو التصريح عبد الفتاح السيسي اللي قال احنا اقترحنا انه يقع تصفيه المقاومه وترحيل غزه لتفريغ الصهاينه. بالتالي فهمتني، قال ترحيلهم نحو صحراء النقب. هو نعم قال اذا كنتم تفكروا باش تحولوهم لسيناء هزوهم صحراء النقب. لا هو قدم برنامج كامل راهو، وهو مورك، ومش هذاك اول تصريح راهو، عنده عديد تصريحات سيسي. نعم. يأكد فيها، ومرات في اطار مماسحه غير ذلك، اما هو انسان مورك، وهو امتداد للمشروع الصهيوني للاسف كنا نقولوه. نعم. واحنا في تونس بكافة اطيافنا والحمد لله وحدتنا فلسطين، لا نؤمن أن فلسطين قضية، نؤمن أن فلسطين حق. وهذا قلت في شريط عنده 4 أو 5 شهور، قلت له احنا كطرف مقاوم في تونس معنيين بالمسألة الفلسطينية، ونعتبرها حق لا نقاش فيه. نعم. فلسطين وتحرير كل فلسطين شبرا شبرا، زنقة زنقة، دار دار، وعاصمتها القدس، هذه مسألة مبدئية، تحرير فلسطين تمن ولا يد لأمريكا. نعم. تحرير فلسطين، كل فلسطين، هذا أهم ما ميز خطاب السيد سعيد في الأيام الأخيرة. والسيد زهير مغزاوي هاو ذكرنا، قال لك إن سعيد الآن يخوض اليوم معركة سيادة ولا أحد يزايد عليه.